السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل مع بعض باقي حروف اللغة العربية. أخذنا فيما سبق حرف الألف، حرف الميم، حرف الباء. اليوم نأخذ مع بعض حرف الفاء. فاء، كيف يمكنني كتابة حرف الفاء؟ الفاء دايرة مدورة، لها رقبة، ماشية على السطر، مقفولة بسنة وعليها نقطة. تاني، الفاء دايرة مدورة، لها رقبة، ماشية على السطر، مقفولة بسنة وعليها نقطة. مرة كمان، دايرة مدورة، لها رقبة، ماشية على السطر، مقفولة بسنة وعليها نقطة. اسمها فاء. 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 طيب أصوات حرف الفاء، إيه الحركات اللي احنا خدناها؟ خدنا فتحة، كسرة، ضمة، سكون. فاء فتحة، فاء عليها فتحة بنطقها. فاء 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 فاء. كسرة، في في فاء. ضمة، فو فو. والسكون، أف أف. تاني، فاء فتحة، فاء فاء فاء. فراشة، فاء فراشة. فاء أيضا فم فم فم. فاء فتحة ايديها، ما قفلتهاش بالسنة لأن هي هتبقى فتحة ايديها عشان تمسك في الحرف اللي بعدها. وبعديها اسمه ايه الحرف ده؟ خدنا مع بعض حرف الميم. يبقى فم، فاء فتحة وميم. فم، فاء فم، فاء فم. فاء كسرة، في في فيل، في فيل، في فيل. فاء ضمة، فو فرشاة، فو فرشاة، فرشاة. والسكون، أف زي طفل، أف طفل. طبعا عارفين ان السكون ما بتجيش في اول الكلمة، لازم تيجي في وسط الكلمة. ف فم، في فيل، فو فرشاة. وايضا عندي فقاعات، فو فقاعات. ف فراشة، أف طفل. كتبنا أم، كتبنا أب، واليوم كتبنا فم. فم، فاء فتحة، مد إيديها على السطر، يعني مش هنقول مقفولة بسنة، لا هي مش مقفولة، هي فتحة إيديها عشان تمسك في الحرف اللي بعدها اللي هو حرف الميم. تبقى فاء فم. شطار، كراسي زي ما كتبت أب وأم، أكتب فم. ومعايا الحلقة القادمة في الحرف التالي. باي باي.